النجمة صار يسعد مساكي الصوت الرائع جدا. مساء الخير واهلا وسهلا فيك على راديو مساء النور. مساء النور احلى نورتوا لبنان. ثانك يو. خبرينا اليوم حتخبرينا جاي تتكرمي جايز لي. انا جاي اكرم اليوم واكيد مبسوطه انه اني عندي مشاركه بهذا المهرجان الكبير والحلو اللي مشارك فيه من كل الوطن العربي. بدي اتمنى لهم كل التوفيق بكل شيء بيعملوه، كان ام تي في ولا كان اغاني ولكن مسج هذا الموري. يعني بدي اتمنى لهم كل التوفيق، مبسوطه اني مشاركه هيك حفل جايزة بالنسبه للفنان بشكل عام. رايك قد ايه مهمه؟ اكيد مهمه، as long as انه هي الجايزه فيها مصداقيه، فيها عن جد ماخوذه من التصويت يعني. وانا لانه قريبه من الموضوع بعرف ديتيلز، فاكيد يعني انا مبسوطه انه صار عندنا مهرجان بيتكل على المصداقيه. هيدا اهم شيء. انا في اكد لك هذا الحكي لانه كان احنا كراديو الرابعه كمان عاطين احصاءاتنا على المهرجان الموجودين. خبرينا جديد صار هاني ايمتى؟ ان شاء الله قريبا مستر الصيف. ايه منتظر شيء خليجي كمان. بس في شيء خليجي ان شاء الله قريبا، ما بدي احكي ديتيلز بس في شيء خليجي. خلص بانتظار كل جديدك. بدي منك كلمه اخيره لكل مستمعينك بالامارات خاصه لهوا راديو الرابعه. يعني انا بدي اول شيء اقول تحيه كبيره لكل مستمعين راديو الرابعه ولكل مستمعين اهالي دبي والامارات بالذات، ان كان اماراتيين ولا لبنانيين ولا كل الجنسيات العربيه. يعني بتمنى لهم كل الخير وتابعوا كل جديد يعني عبر الاذاعه. اكيد ساره هاني متالقه دائما. شكرا جزيلا لك، نورتينا على هوا راديو الرابعه. ثانك يو لك. ثانك يو. اسمعنا وبس.